قول الله عز وجل: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ومن الفوائد ثبت في المسند وغيره أن شهداء أحد لما قتلوا ورأوا ما هم فيه من العيش في الجنة قالوا: يا ربنا من يخبر إخواننا؟ فقال الله عز وجل: أنا أخبر إخوانكم عنكم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون.